تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس للمشروع الصناعي الأكبر والأضخم في تاريخ مملكة البحرين، وهو مشروع تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لسمو رئيس الوزراء صباح اليوم في منطقة عوالي، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن بلادنا في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى وإصرار الحكومة على التطوير والبناء في نمو وازدهار، وأن الحكومة ماضية في دعم إقامة المشاريع العملاقة التي تخدم القطاع الصناعي وتمد مختلف قطاعات التنمية بالإسناد، ومنها مشروع تحديث مصفات بابكو الذي يعد واحدا من المشروعات الوطنية الكبرى التي تسهم في تطوير البنية التحتية لمنظومة صناعة النفط، وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تعود بالنفع على المواطنين. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس لمشروع تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو إذانا ببدء العمل في المشروع. واستمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد إلى شرح من معالي وزير النفط عن المشروع وأهميته ومراحل تنفيذه والأثر المتوقع له على الصعيد الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين، حيث نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية المشروع، خاصة وأن قطاع النفط في مملكة البحرين على أعتاب مرحلة جديدة تبشر بمستقبل واعد في ضوء ما يشهده من مشروعات تطويرية عملاقة سيكون لها تأثيرها الكبير في دعم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وشدد سموه على اهتمام الحكومة بتنمية الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وغيرها من القطاعات التنموية وتوظيف عوائدها بالشكل الأمثل في خدمة جهود التنمية وتلبية احتياجات المواطنين. وقد قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجولة في أرجاء معرض الصور المصاحب الذي تضمن توثيقا للمحطات التاريخية لشركة بابكو وما شهدته خلال العقود الماضية من عمليات تطوير وتحديث. وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإسهامات الكوادر الوطنية في قطاع النفط والغاز وما تحقق بسواعدهم من إنجازات رائدة وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة على صعيد مواكبة التطور العالمي واتباع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال التنقيب والاستكشاف من أجل تطوير مستويات الإنتاج الراهنة وتعزيز الكفاءة والتنافسية للقطاع النفطي، منوهين سموهما بما بذلته وزارة النفط وجميع العاملين في الشركات والمؤسسات النفطية من جهود مشكورة كان لها أثرها البالغ فيما وصلت إليه مملكة البحرين من ارتقاء في قطاع النفط والغاز. وقال سموهما إن البحرين التي تعد أول دولة بالمنطقة يتم فيها اكتشاف النفط تنطلق اليوم من خلال وضع حجر أساس هذا المشروع الكبير إلى مرحلة جديدة في عالم الصناعات النفطية الحديثة في مشهد يعكس مدى قدرة أبناء البحرين على تحقيق الإنجاز في كل مجال. We'll be right back.
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 90 عاما وشركة نفط البحرين في وجدان البحرين وشعبها، فكما في عهد جدكم المغفور له بإذن الله صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حين تم تأسيس شركة بابكو وبناء أول مصباح في المنطقة، نحتفل في هذا اليوم سموكم في وضع حجر أساس أكبر مشروع في تاريخ بابكو، وفي عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله الذي أرسى دعائم النهضة الحديثة الشاملة لمملكة البحرين وأوكل مهمة تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 إلى مجلسكم الموقر بقيادة سموكم وعضيدكم سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية رئيس لجنة الثروات الطبيعية. ويمثل سيدي هذا المشروع إنجازا آخر لحكومتكم الموقرة، ويضاف إلى مسيرتكم النيرة والخيرة طوال عملكم لهذا الشعب ومصلحته. ويحقق مشروع توسعة مصفات بابكو الكثير من أهداف وطموحات الرؤية الاقتصادية 2030 والتي يشرف على تنفيذها سيدي صاحب السمو ولي العهد. فعلى سبيل المثال يحقق هذا المشروع تحسين في مستوى الإنجاز وزيادة كفاءة منتجات التكرير من خلال إضافة وحدات تكرير جديدة وهي آخر ما وصلت إليه التقنية الحديثة للتكرير لتواكب مستجدات ومتطلبات أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى تطبيق أعلى المواصفات البيئية لمصنع التكرير والاستعانة بأحدث تقنيات التشغيل والصيانة من أجل مستقبل هذه الصناعة المهمة لاقتصادنا الوطني. كذلك يحقق المشروع جذب الاستثمارات الخارجية، حيث استطعنا وبفضل توجيهكم استقطاب بنوك صادرات من دول عالمية مثل إيطاليا وأسبانيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، واستعنا بمجموعة من المقاولين العالميين برئاسة شركة تكنيب FMC الأمريكية الأوروبية، وبالتعاون مع شركة تكنيكاس ليونيداس الإسبانية وشركة سامسونج من كوريا الجنوبية. ويحقق كذلك المشروع خلق فرص عمل، فهناك مئات من فرص العمل المباشرة من خلال تحديث المصباح وتوسعتها، كذلك إلى خلق أكثر من 2000 فرصة عمل في القطاع الخاص، وهذا يعتبر من أهم أولويات الخطة الاقتصادية 2030. وبهذه المناسبة سيدي أستأذنكم بتقديم الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة شركة بابكو وإلى الإدارة التنفيذية التي عملت طوال السنوات، وأخص بالذكر رئيس اللجنة المشرفة على المشروع دكتور داود نصيف والذي عمل منذ أكثر من 10 سنوات لتحقيق هذا الحلم الذي يعتبر عن أكبر توسعة في تاريخ المصفاه. وفي هذا اليوم سيدي نشهد غرس جديد تغرسونه بأيديكم الكريمة كما عهدناكم طوال سنواتكم في خدمة هذه البلاد. اللهم بارك في هذا الغرس، اللهم واجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الطيبات. رعاكم الله سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This project is the
وبعدها ألقى الدكتور بيتر بارتلت الرئيس التنفيذي لشركة بابكو كلمة تحدث خلالها عن مشروع تحديث مصفاة البحرين وأهمية هذا المشروع الاستراتيجي في مؤازرة جهود التنمية المستدامة في مملكة البحرين. So this is a big undertaking for our company, made again possible by the strong support we've received from the kingdom leadership and those assembled in the room. So what is the BAPCO modernization program? I could tell you it's about improving the competitive resilience of the refinery in Sitra. That would be true. I could tell you it's going to make us a more efficient operator and help us reduce our cost in a very difficult competitive landscape. That would also be true. I could tell you we derive great benefit from reducing the environmental impact of our operations in the kingdom. And that's a key deliverable. And that is also true. But I don't know whether you'll remember all those important objectives, but what I would ask that you remember as you reflect on today's proceedings is that what you have done and what you have supported is extending the life of oil and gas in Bahrain. يقول من يبدع من الشعر كيفه. وبعدها ألقى الشاعر الدعيج خليفة بن علي قصيدة شعرية رحب خلالها بمقدم سمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي عهد الأمين. يقول من يبدع من الشعر كيفة قصيدة تذكر على مر الأزمان أبياتها مثل السيوف الرهيفة تمضي على كل متخاذل وخوان وإن جات تشرح للنفوس الشريفة جابت لها زهر وورد وبستان واليوم برق لي تكاشف رفيفة هذه عوالي في سنة العز تزدان واليوم برق لي تكاشف رفيفة هذه عوالي في سنة العز تزدان أقبل عليها من شمال خليفة وتفتحت له بالتراحيب بيبان أقبل عليها من شمال خليفة وتفتحت له بالتراحيب بيبان أبو علي شر والجبال المنيفة الصامل اللي ما تغير ولا لان شاد البلد بركان ما هي ضعيفة وخلى دعايم نهضة الدار نيشان أبو علي شر والجبال المنيفة الصامل اللي ما تغير ولا لان شاد البلد بركان ما هي ضعيفة وخلى دعايم نهضة الدار نيشان واليوم في يمناه درعة وسيفه الملهم المملي طموحات سلمان ليث مضرة للأمور الكليفة ولي عهد وللمهمات عنوان واليوم في يمناه درعه وسيفه الملهم المملي طموحات سلمان واليوم في يمناه درعه وسيفه الملهم المملي طموحات سلمان ليث مضرة للأمور الكليفة ولي عهد وللمهمات عنوان في ظل عاهل البلاد العفيفة قصدي حمد عز البلد طير حوران إسراجنا وقت الليال المخيفة وحن محزمة في كل موقف وميدان 90 عام 90 عام ونفطنا بان ريفة من 29 وإلى وقتنا الآن وتحديثنا المصفاة منجز نظيفة ما شابه هالوقت منجز ولا كان مثل السحاب اللي عجبنا قنيفة والحمد لله الولي عالي الشان هذا بلدنا بين برة وسيفة يضوي على كل الممالك والأوطان يقولها اللي يبدع من القاف كيفة قصيدة تذكر على مر الأزمان. وتم عرض فيلم وثائقي يسرد تاريخ هذا الصرح العملاق ورسالته الوطنية في تلبية الطموحات وتطلعات المملكة واستعرض الفيلم التدشين شعار 90 عاما على تأسيس بابكو على أول امتياز للتنقيب عن النفط في البحرين في عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه. في عام 1925
وقع المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة طيب الله ثراه عقدا رسميا بامتياز التنقيب. في يناير 1929 صدر قرار تأسيس شركة نفط البحرين المحدودة في عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة طيب الله ثراه. وفي 11 من ديسمبر عام 1937 تفضل المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة طيب الله ثراه بافتتاح المصفاة. وفي إبريل عام 1945 تم مد خط الأنابيب بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة طيب الله ثراه. في عام 1966 في عهد المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بافتتاح حقل أبو سعفة. في نوفمبر 1980 تم تأسيس المجلس الأعلى للنفط برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله. وفي عام 1992 تم افتتاح متحف النفط بحضور المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه. وفي عام 2000 وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم تدشين مشروع مسج المنتجات النفطية. وفي نفس العام تم طرح الجازولين الخالي من الرصاص في الأسواق المحلية. في عام 2007 بدأ تشغيل مجمع إنتاج الديزل منخفض الكبريت بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 75 لاكتشاف النفط. نجحنا ولله الحمد في استثماراتنا في البحرين طبعا الصناعية والاقتصادية الأخرى وهذه الحقيقة مفخرة لنا ولأبنائنا ونؤكد أن هذه الصناعات قامت بأيدي بحرينية مخلصة وأصبحوا خبراء اليوم في مجالات اختصاصاتهم. فولله الحمد يعني الظروف إن شاء الله مهما واجهتنا فسوف نتغلب عليها إلى الأفضل إن شاء الله. وفي عام 2010 تم تأسيس شركة تطوير للبترول لتتولى مسؤولية إعادة تطوير حقل البحرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي نوفمبر 2011
تم افتتاح مجمع الزيت الأساس للتشحيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله. انطلاقا من حرصها على تطوير عملياتها التشغيلية وفق أحدث تقنيات العصر وبتوجيهات من القيادة الرشيدة للبلاد حفظها الله، عكفت شركة بابكو على تنفيذ برنامج طموح لتحديث المصفاة وزيادة طاقتها التكريرية من 265 ألفاً إلى 380 ألف برميل يومياً، بما يضع الشركة بين مصاف كبريات مصانع التكرير بالمنطقة والعالم، ويسهم في تعزيز قدرات بابكو التنافسية في مواجهة تحديات صناعة النفط والوفاء بمتطلباتها في المستقبل. في ديسمبر 2017 أرسلت بابكو عقد تنفيذ الجوانب الهندسية والشرائية والإنشائية على كونسورتيوم من مقاولين عالميين. العمل مستمر والتحديات تتجدد، لكن بالعزم والعمل الإنجاز بعد يستمر. كلنا في فريق واحد، وكلنا من الموجودين هنا والمشاهدين كلنا فريق البحرين. ومع مطلع عام 2018 أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن أضخم وأكبر اكتشاف نفطي حديث في تاريخ مملكة البحرين، والذي من المأمول أن يكون بمثابة فاتحة خير على درب النماء والازدهار، بما يسهم في إرساء نهضة تنموية مستدامة شاملة في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله. لنفرح معكم بهذا الإنجاز الكبير لبلادنا باكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في تاريخنا، ولنكتب بذلك قصة نجاح جديدة لقدرتنا على تطويع التحديات وتحويلها لإنجازات. وفي 26 من نوفمبر عام 2018 وبحضور صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودية، تم تدشين خط الأنابيب بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ليجسد علاقات الأخوة ووشائج الود والمحبة بين المملكتين الشقيقتين. واليوم تتشرف بابكو بتفضلكم لوضع حجر الأساس لهذا المشروع الكبير الذي يمثل علامة فارقة في تاريخها، بما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من مجاراة أحدث مصاف التكرير في العالم وزيادة ربحية الشركة، والذي سوف يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني بمواصلة مسيرة التنمية والعمران. إن الهدف من مشروع برنامج تحديث المصفاة هو زيادة السعة التكريرية وتعزيز قائمة المنتج وتحسين كفاءة الطاقة، مما يجعل المصفاة من إحدى المصافي الأكثر تنافساً وامتثالاً لمعايير البيئة في المنطقة. من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع الريادي عام 2022 ليضع بابكو في مكانة عالمية مرموقة في صناعة التكرير.